الحياء خطبة لأخينا الفاضل علي بن غانم الصبري حفظه الله، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، من علم أن الله ناظر إليه أورثه هذا العلم استحياء منه سبحانه أن يقابل نظر الله بالمعصية، لأنه يعلم أن الله يعلم ظاهره وباطنه، وأن الله رقيب عليه. قال الله: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن علم أن الله ناظر إليه أورثه هذا العلم استحياء منه سبحانه وتعالى. والحياء هو انقباض النفس عن القبائح وتركها، هكذا عرفه الراغب الأصفهاني رحمه الله. وقال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله: وحقيقة الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. وقال الإمام النووي رحمه الله: روينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله أنه قال: الحياء رغية الآلاء، والآلاء بمعنى النعم. رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. والآلاء النعم، يعني ترى نعم الله تبارك وتعالى عليك نازلة، ثم ترى تقصيرك في شكر هذه النعم، فيتولد بين هذا وذاك حالة تسمى الحياء، أي تستحي من الله عز وجل أن تتقلب بنعمه ولا تشكر هذه النعم التي أسبغها الله تبارك وتعالى عليه.
والحياء صفة من صفات الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، ويستحيي سبحانه أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، ومن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة عياذا بالله. والحياء أصل كل خير، فهو خلق من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسان، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم. ولولا هذا الخلق، أعني به الحياء، لم يقر ضيف، ولم يوف بالوعد، ولم تؤد أمانة، ولم تقضى لأحد حاجة. والحياء أيها الناس آخر ما أدرك الناس من كلام الأنبياء، فلقد روى الإمام أحمد في مسنده، والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، والحديث كذلك رواه أبو داود وابن ماجه، جاء من حديث عبد الله بن مسعود، وجاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وجاء في لفظ عند ابن عساكر بسند صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وليس الأمر على إطلاقه أن كل من قل حياؤه يفعل ما شاء، لكن المشيئة هنا مشيئة تهديد عياذا بالله تبارك وتعالى. بل يا أيها الناس، لكل دين من الأديان خلق يختص به، وخلق الإسلام الحياء. فلقد جاء في سنن ابن ماجه بسند حسنه الألباني رحمه الله، جاء من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء من حديث ابن عباس كذلك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لكل دين خلقا يختص به، وخلق الإسلام الحياء. وخلق الإسلام الحياء، بل الحياء خير كله. فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحياء خير كله، بل والحياء من الإيمان. فلقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، بل والحياء شعبة من شعب الإيمان. فلقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان،
بل جاء في مستدرك الحاكم وعند البيهقي في شعب الإيمان سند صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. يعني لا حياء إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بحياء. فيوم أن يكون المؤمن مؤمنا بالله تبارك وتعالى كامل الإيمان، كذلك يوم أن يكون المرء مستحيم من الله تبارك وتعالى ومن عباد الله رب العالمين سبحانه، فلا بد من إيمان بحياء، ولا بد من حياء مع إيمان، وإلا لا ينفع عياذا بالله تبارك وتعالى. بل جاء عند الترمذي في سننه، والحاكم في المستدرك، والطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في السنن، والبخاري في الأدب المفرد، وابن ماجه في سننه بسند صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي بكرة الأنصاري، وجاء من حديث عمران بن حصين رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، عياذا بالله تبارك وتعالى. بل يا أيها الناس، لا يزين الإيمان إلا لا يزين المؤمن إلا حياؤه، حياؤه من الله، حياؤه من عباد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وكلما كان المؤمن شديد الحياء، كلما كان قوي الإيمان بإذن الله رب العالمين سبحانه. فقد جاء في مسند الإمام أحمد، والحديث في سنن الترمذي، وفي مستدرك الحاكم بسند صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما كان الحياء في شيء قط إلا زانه. زانه يعني زاده ورفع من قدره وأعلى من شأنه. ما كان الحياء في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء. أو قال: وما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، أي عابه. فكلما كان المرء فاحشا بذيئا عياذا بالله، قليل الحياء رجلا أو امرأة، عياذا بالله كان رجلا أو امرأة فيه العيب، لأنه قد قل حياؤه أو قل حياؤها، فيصبحان معيبان عياذا بالله تبارك وتعالى. بل جاء في مسند الإمام أحمد، وفي سنن الترمذي، وفي سنن ابن ماجه بسند صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. بل في مسند الإمام أحمد، وفي سنن ابن ماجه، وفي مستدرك الحاكم بسند صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والحياء نوعان، والحياء نوعان: حياء فطري وحياء إيماني. أما الحياء الفطري فهو الذي خلق الله عليه جميع النفوس، فهو الذي خلق الله عليه جميع النفوس، كحياء كل شخص من كشف عورته بين الآخرين أو الوقاع بين الناس، فهذا حياء فطر الله عليه جميع النفوس، إلا من شذ من الناس ومن ندر عياذا بالله تبارك وتعالى.
فهو حياء فطري. ولهذا لما وقع أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام في المعصية سارعا إلى تغطية العورة، سارعا إلى تغطية العورة، حياء فطري. قال الله: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يستران عوراتهما. ومع ذلك فهذا الحياء الفطري، وكذلك حياء إيماني، حياء إيماني وهو خصلة تكبر في المسلم وتعلو في المسلم وتعظم في المسلم بقدر صلاحه وقربه من الله وتعلمه لدينه، تمنع المسلم من ارتكاب القبائح والذنوب خوفا من الله، خوفا من الله. وهذه الخصلة في المؤمن هي أم الفضائل، هي أم الفضائل. جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه بسند صححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. بل جاء في مسند الإمام أحمد وعند البيهقي بسند صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه من حديث سعيد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك، أوصيك أن تستحي من الله، أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك، كما تستحي رجلا من صالح قومك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها الناس، ومن الحياء حياء الجناية وحياء الكرم وحياء الحشمة وحياء التقصير. أما حياء الجناية كحياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما يهرع الخلق إليهم يوم القيامة يستشفعون بهم إلى الله، وهم أعني بهم الأنبياء من غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، وهم المعصومون عليهم الصلاة والسلام، فيستحيون من الله وكل نبي يقول: نفسي، نفسي، أذنبت ذنبا، ويذكر ما الذي فعله وقد غفر الله له. ومنه حياء الكرم كحياء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب لما تزوج بزينب رضي الله عنها، فأطالوا الجلوس عنده فاستحيا عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: انطلقوا. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ومن ذلك حياء التقصير كحياء الملائكة
وهم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ومنه حياء الحشمة كحياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حكم المذي لمكان ابنته فاطمة منه رضي الله عنها. والحديث في البخاري وعند أبي داود والنسائي من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال فيه الوضوء، وفي لفظ قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته، يعني لمكان فاطمة لأنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. أيها الناس، ومن تلك ومن الحياء أو أشد الناس حياء وأعلاهم همة في الحياء أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فذاك كليم الله نبي الله موسى عليه السلام كان حييا عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى منه جلده استحياء منه، لا يرى منه جلده استحياء منه. فالرب العالمين يخاطب عباده المؤمنين ألا يتشبهوا ببني إسرائيل الذين آذوا نبي الله موسى عليه السلام. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذا الإيذاء الذي حصل من بني إسرائيل لموسى عليه السلام، أن بنو إسرائيل كما جاء الحديث في الصحيحين كان بنو إسرائيل إذا اغتسلوا عراه مع بعضهم البعض في قلة حياء لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك كان موسى عليه السلام حييا إذا اغتسل لوحده لا يغتسل معهم في مجموعة واحدة وهم عراه كما يفعل بنو إسرائيل. عند ذلك قالوا: إن موسى لا يغتسل معنا إلا أنه آدر، أي منتفخ الخصيتين. وهذا طعن في نبي من أنبياء الله وعيب يزعمونه في نبي من أنبياء الله. انطلق موسى عليه السلام يوما ليغتسل لوحده في خلوة، وضع ثيابه على حجر عليه السلام، فإذا به بدأ يغتسل، وإذا بالحجر يتحرك بأمر الله رب العالمين، وينطلق الحجر إلى وسط مجمع لبني إسرائيل، وموسى يطارد الحجر: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى أمسك بالحجر أو ضرب الحجر. فتوسط بنو إسرائيل فنظروا إليه فعلموا أنه ليس آدر، ليس منتفخ الخصيتين، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وكذلك أعظم الناس حياء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها. قال أبو سعيد: فإذا رأى شيئا كرهه عرفناه في وجهه، عرفناه في وجهه. بل اسمع لما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأله كيف تغتسل من حيضها، تسأله كيف تغتسل من حيضها، فذكرت أنه علم المرأة كيف تغتسل من حيضها، ثم تأخذ فرصة من مسك، يعني قطرة من مسك، فتطهر بها. قالت المرأة: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت المرأة: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. واستتر بيده على وجهه عليه الصلاة والسلام حياء. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت لها تتبعي بها أثر الدم. فهكذا كان حياؤه عليه الصلاة والسلام، أما حياؤه من ربه عليه الصلاة والسلام فكما جاء في حديث الإسراء والحديث في الصحيحين، لما فرضت الصلاة في السماء بخمسين صلاة ظل نبينا عليه الصلاة والسلام مترددا بين ربه وبين موسى، وموسى يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام ارجع لربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون، ونبينا عليه الصلاة والسلام يتردد بين ربه وبين موسى، فخففت الصلاة من خمسين إلى خمس، فهن خمس في الفعل وخمسون في الأجر، فيا سبحان الله من الناس من يفرط في خمس، فكيف لو كانت الصلوات خمسين؟ فما الذي سيفعله عياذا بالله من يتركون الصلوات في أوقاتها، من يفرطون في الصلاة ويضيعونها عياذا بالله؟ رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا بموسى يقول له ارجع لربك فاسأله التخفيف لأمتك، فقال عليه الصلاة والسلام قد سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم، ولكن أرضى وأسلم. هكذا أيها الناس كان حياء الأنبياء، ومن ذلك حياء الصحابة الكرام من تتلمذوا وتربوا وتعلموا على يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذاك ذو النورين وزوج البنتين وصاحب الهجرتين، أمير البررة وقتيل الفجرة، عثمان بن عفان رضي الله عنه كان رجلا حييا شديد الحياء. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس وثوبه إلى ركبتيه أو قالت إلى فخذيه، استأذن أبو بكر فأذن له فدخل، ثم استأذن عمر فأذن له فدخل، ثم استأذن عثمان فاستوى عليه الصلاة والسلام جالسا وسوى ثيابه، قالت ثم تحدثوا فخرجوا، فقلت يا رسول الله يعني عائشة، قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي، واستأذن عمر فلم تهش له ولم تبالي، واستأذن عثمان فاستويت جالسا وسويت عن ثيابك، فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. بل جاء عند ابن عتاكر بسند صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحياء من الإيمان وأحيا أمتي عثمان. ومن الحياء المطلوب والمرغوب حياء المرأة المسلمة، فإذا كان الحياء في الرجل جميلا فهو في المرأة أجمل، وإذا كان الحياء في الرجل فضيلة فهو في المرأة أفضل، وإذا كان الحياء في الرجل شرفا فهو في المرأة أشرف. فسمة الخير في المرأة الحياء، وسمة الشر في المرأة قلة الحياء. ولن تتزين امرأة بزينة هي أبهى ولا أكمل ولا أجمل من زينة الحياء، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان الحياء في شيء قط إلا زانه، يعني جمله. والحياء في للمرأة أو المرأة الحية كالجوهر المكنون، لأنها قد استحيت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في حيائه أشد حياء من العذراء في خدرها. يا أيها الناس، ابنة الرجل الصالح الذي استضاف موسى عليه السلام كانت امرأة حية. قال الله تبارك وتعالى عن موسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قال فلا نسقي حتى يصدر الرعاء، لسنا في مجال زحام الرجال، لسنا في زحام مع مخالطة الرجال، نحن مضطرون لسقي الماء ولرعي ولسقي المواشي ولجلب الماء
حتى يصدر الرعاء حتى ينتهي الذين على حافة البئر، فإذا انتهى الناس قمنا بسقي المواشي وبجلب الماء حتى يصدر الرعاء. ثم بينتا الحجة والسبب الذي جعلهما تخرجان لرعي المواشي وسقيهما، وأبونا شيخ كبير، قال الله فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وموسى يسألهما ما خطبكما، لم يتوسع معهما توسعا غير مراد، لم يقل لهما من أنتما ومن أي قبيلة ومن أي قرية وكم عمر الواحد منكن وما هو عملها وما هي مهنتها وما تاريخ ميلادها، إنما اختصر وكلام مختصر مقتضب ما خطبكما، فردتا عليه لا نفسي حتى يصدر الرعاء. قال الله فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. حياء المرأة العفيفة الشريفة النظيفة الطاهرة المسلمة الحياء الرزان تمشي على استحياء. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ليست بتلزع من النساء خراجة ولاجة، إنما خرجت وقد وضعت كم درعها على وجهها استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما توسعت معه في الكلام وما قالت ما الذي جعلك تستظل تحت الشجرة ومن أي قبيلة أنت متزوج أم غير متزوج، كم لك من البنين والبنات. ما توسعت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يا أيها الناس كذلك من الحياء حياء المرأة المسلمة، المواقف العظيمة المجيدة في مواقف المرأة المسلمة في الحياة. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فغطت. فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة رضي الله عنها بوجهها بيدها على وجهها قالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك. فبما يشبهها ولدها الشاهد حياء أم سلمة رضي الله عنها لما غطت بوجهها، بل حياء من الأموات فضلا عن الأحياء. روى الإمام الحاكم في المستدرك في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت آتي البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي رضي الله عنه وأنا واضعة علي ثيابي، فلما دفن عمر والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. هكذا مواقف المرأة تستحي من أموات فضلا عن من تستحي من أحياء. قل لي بربك من قلت حياؤها وتخرج إلى الشوارع تهدر هدر الرجال عياذا بالله، تتقدم المسيرات والمظاهرات ومن خلفها الشنبات والشوارب واللحى وكأنها تتحرر المسجد الأقصى عياذا بالله. يا أيها الناس إن خروج المرأة عياذا بالله لتقود المسيرات والمظاهرات دليل على الفشل، دليل على قلة الحياء في النساء وقلة الغيرة في الرجال عياذا بالله. وإلا ما الداعي لذلك أيها الناس؟ الله يقول مخاطبا لنساء الأمة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويقول الله ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ويقول الله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن نقدم كلام الله أم الديمقراطية التي جعل بها اليهود والنصارى فأخرجوا المرأة من خدرها، أخرجوها من بيتها بدل ما تكون أم لها الحضانة تشفق على أبنائها، هي أميرة في بيتها، هي زعيمة في بيتها، هي سيدة في بيتها، هي ملكة في داخل بيتها، هي مربية الأبطال ومعلمة الأجيال، هي في بيتها لها المكانة العظمى، فتخرج باسم الديمقراطية النساء كاشفات ترفع يديها حتى يظهر إبطيها وترفع صوتها عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا في نظام الديمقراطية ليس في نظام الله، ليس
ليس في نظام الكتاب ولا في السنة عياذا بالله تبارك وتعالى. فضلا عن ذلك يا أيها الناس، ما جاء في هذه الأيام الأخيرة من أن امرأة كرمت بما يسمى بجائزة نوبل للسلام، هذه المرأة التي هذا المكان والمنبر أقدس وأشرف وأطهر من أن يذكر اسمها، أطرف وأطهر وأشهر وأشرف من أن يذكر اسمها أو أن يشوه هذا المكان باسم تلك المرأة. فيا أيها الناس، ليس هذا من الإسلام في شيء. بعثت برسالة كما ذكر بالأمس في جريدة الأولى، في جريدة العدد الماضي بالأمس في عدد 240، بعثت برسالة بعد أن تلقت تهنئة من الرئيس الأمريكي أوباما ومن وزيرة خارجيته، تقول له: تحية أخوية ملؤها المحبة والسلام. وبعد، أخوة بيننا وبين اليهود والنصارى، أخوة بيننا وبين أوباما، أي إخاء بيننا. والله يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، عياذا بالله، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما يعطوك اليهود والنصارى ما يعطوك إلا لأنهم طامعون فيك، إلا لأنهم قد كتبوك في صفهم. وقبل شهرين كرمتها السفارة الأمريكية بشهادة تقدير، لأن هذه المرأة على حسب ما جاء في التقرير أنها داعية إلى الديمقراطية وتدعو إلى مساواة المرأة بأخيها الرجل، مساواة الرجل بالمرأة، والكل أصبح سواء، الرجال والمرأة في البيت سواء. والله يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات للغيب حافظات لما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن واهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هكذا يا أيها الناس. ومن ضمن ما ذكر أنها تقول: إننا نطلب من إدارتكم، تخاطب أوباما هذه الإدارة التي كانت نصيرة للمظلومين، تنصر المظلومين في العالم. أي مظلوم قد نصرتهم أمريكا دمرها الله؟ أي مظلومين إلا أنها دمرت العراق ودمرت أفغانستان وتسعى في تدمير الشعوب العربية والإسلامية بحجة وبأخرى وبفرض الديمقراطية. وقال مقرر جائزة نوبل للسلام، قالوا: منحنا المرأة اليمنية جائزة نوبل للسلام لأنها داعية للديمقراطية ولأنها تدعو لمساواة المرأة بأخيها الرجل. فأهلا وسهلا ومرحبا يا من تمجدونها وتضعونها فوق رؤوسكم. والله لا تساوي عندنا شيء، لا تساوي شيء، لأنها تمشي على خط أمريكا وعلى خط الديمقراطية التي ما أنزل الله بها من سلطان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل المبرور ودعاء متقبل يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود المعتدين والنصارى الضالين، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤلف بين قلوب اليمنيين. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحقن دماء اليمنيين. اللهم احقن دماء اليمنيين. اللهم من أراد ببلادنا سوءا أو مكرا فأشغله في نفسه واجعل مكره في نحره وتدبيره في تدميره. اللهم من أراد ببلادنا زعزعة أمنها والقلاقل والفتن، اللهم أشغله في نفسه. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تمكنه مما يريد
يريد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.